مقطع فيديو لاقى استهجاناً واسعاً في وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أظهر بعض المسافرين سلوكاً غير حضاري في الطائرة برميهم المخلفات. هذا السلوك ليس فقط في الطائرة، ولكن يبدو إنها ظاهرة دخيلة في مختلف المرافق. الشاب الكويتي حمد العليوة صاحب الهاشتاغ الشهير نظف وراك يسعى من خلاله لمعالجة هذه المشكلة. رسالة موجهة حق أكثر من مرفق، يعني الكافيهات، مطاعم اللي ما فيها فول سيرفيس، أهم شيء السينما. أنت الحين لو تدش السينما بتشوف بعد ما يخلص الفيلم تشوف مصيبة، النفيشة وضب كارب بالقاع وغصة، يعني منظر يعني اشمئز من الواحد. مع الوقت شفت أنه شوي الوضع شوي صار ممل، اني انا بس اصور او الناس تدز لي صور حق ناس ثانيه مبهدله المكان ونحطها بالهاشتاج وهذا. ففكرت اني اسوي فكره تطرح نفسها بنفسها، يعني فسويت الكرت هذا. فكرته الله يسلمك اني مثلا احطه بالكافيه واللي بعدي ياخذ الكرت ويروح مثلا كافيه ثاني هم نفس الطريقه، فكره تطرح نفسها بنفسها. جيل الشباب هم أكثر من تأثر إيجاباً بالرسالة، إذ قاموا بمشاركات فعالة في التوعية. والله التفاعل كان جداً غير متصور، يعني البداية كان عبالي أن الناس بيقول يا عمي فكرة ورد قطاها، يعني بس لا الحمد لله والله الناس قاعد تفاعل بشكل كبير. أي شخص مشهور أو له تأثير له مسؤولية اجتماعية، يا أنه يعني يكون قد مسؤولية صح أو أنه يترك الساحة.